تتكلم؟ أنا أتكلم استعمار أختي محمد، ولا يتكلم باسم، ما هو باسم قبلي، باسم المواطنين كاملين، وباسم هذا النظام اللي جاد فيما فعل، طالبين منه ما يشوش عليه، تسوي حادثة بسيطة يخدم مصلحة العامة أنه يقلب عليها ويصطر فيها للحق. احنا ما لنا جايين باسم أي أناس سوية من هي إلا الحق والمواطن الموريتاني، ولا نريد إلا الوحدة والقوة والاتحاد، ونطلب من السلطة أنها تتحدى هذه الحادثة اللي هي وتوقف منها موقف الحق وتزيح عنها النقاب حتى يتمكن كل ذي حق من حقه. هذا هو مطلبنا، ولا نريد غير هذا، لا نريد غير هذا. وإذا كان الأمر سيبقى دائما يتكرر ويتكرر ويؤدي إلى الفتنة، والفتنة تؤدي إلى أكبر من القتل، لأنها أكبر من القتل. ولا نريد للحق، وقول اعملوا فسأل الله عملك وعملكم ورسوله والمؤمنون. السلام عليكم ورحمة الله. الآن يا منتبه الله طالب حق ملف زيني، قل للخليفة والبابا والحيبة الله يوصل العدالة، طالبة من الله وطالبة من الدولة جزاها الله خيرا، ومن الله تبارك وتعالى يحلون هذا الملف العدالة.